السلام عليكم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. حلقة اليوم نبتها من خميس زمامرة، تلك المدينة المناضلة التي تبحث لها عن مكان في الحواضر المغربية. ضيفنا هو الفاعل السياسي موسى مريد. أهلا وسهلا سي موسى. شكرا جزيلا. ده أردنا أن نقيم أو أداء المجلس البلدي للمدينة. أنت كفاعل سياسي كيف ترى أداء المجلس خلال هذه الولاية؟ شكرا. في البداية لابد أن أشكر موقع أنفاس بريس والطاقم الفني والصحفي على هذه الزيارة لهذه المدينة الجميلة التي نحبها كثيرا. بداية لابد أن نشير إلى أن الأغلبية الحالية التي تسير المجلس الجماعي بالزمامرة تم انتخابها بدون برنامج انتخابي. لم يكن لرئيس الجماعة الحالي وأغلبيته برنامج انتخابي، تم التعاقد على أساسه مع الناخبين. المسألة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها أن المجلس الحالي الأغلبية الحالية لم تقدم برنامج عمل الجماعة الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية لحد الساعة، يعني منذ تنبير 2021 تاريخ انتخاب هذا المجلس، لا يتوفر المجلس الحالي على برنامج عمل الجماعة الذي يقدم المشاريع بتفاصيلها المزمع إنجازها. لو سمحت لي يا سي موسى، قبل أن نتحدث عن البرنامج الانتخابي سأعود لك نقطة الانتخابات. يعني قلت هذه الأغلبية تم التصويت عليها بدون برنامج انتخابي. كتبان شوية غريبة هذه القضية هذه، لأنه رئيس المجلس ينتمي لحزب عريق، هو حزب اتحاد الشراكي. كاين الناخبين يعني ما يمكنش مشاو صوتوا عليه هكاك، يعني غير كيف تنقولوا غير مشينا وصوتنا، يعني ضروري كان عندهم واحد البرنامج، والبرنامج تداول وكان فيه نقاش وقيله وكان فيه هذه المسائل. بالنسبه للانتماء السياسي ديال رئيس المجلس الجماعي السيد عبد السلام القشور، فهو مما يطلق عليهم باقليم سيدي بنور باتحادي يوش وتنبير، وهذه التسميه جاءت نظرا لان هؤلاء الناس لم ينتموا ابدا لحزب تقدمي يساري مناضل له تاريخ له شهداء له تضحيات. هؤلاء الناس يعني يمارسون الترحال السياسي ورست سفينتهم في شتنبير. يمكن ان اقول لك انهم انتموا في اواخر يعني الولايه السابقه للاتحاد الاشتراكي لحزب اتحاد اشتراكي للقوات الشعبيه، وهؤلاء الناس تربوا في الاحزاب الاداريه وهم اعيان، ونحن نعرف يعني الطريقة يعني كيف يقوم الأعيان بالعمل السياسي وبالحملات الانتخابية المبنية على الولاءات وعلى استعمال وسائل غير مشروعة في الانتخابات، وكانت هناك خروقات وكانت هناك استعمال مكثف للمال الحرام في الانتخابات. لم يكن هناك فعلا برنامج انتخابي ولم يكن هناك يعني برنامج عمل، وبالتالي يعني ان هذا المجلس خرج من الخيمه مايل كما كيقولوا الناس، يعني انه لم يعد الناس بشيء وليست له رؤيه تنمويه او برنامج تنموي للمدينه. وهذا يلاحظ يعني في طريقه التسيير ديال العمل المجلس الجماعي. اذا عدنا الى ميزانيات يعني المتعاقبه لا نجد اثرا لمشروع تنموي حقيقي، ويمكن ان نفصل في الامر. مثلا على المستوى يعني التشغيل، يمكن ان اؤكد لكم ان جماعه الزمامره هي الجماعه الوحيده واسطر على الوحيده في اقليم سيدي بنور التي لم تشغل ولو موظفا واحدا، رغم ان هناك مناصب شاغره بالجماعه. واذكر انه في يعني قبل سنه يعني كان هناك يعني الجماعة أعلنت عن منصبين للشغل ويعني تراجعت عن هذه المناصب، رغم أن الجماعة لا تتوفر على كهربائي ولا تتوفر على تقني معلوميات. هذا مسألة التشغيل. مسألة مثلا السكن والبنية التحتية، لا زالت أحياء
تعتبر غير يعني غير مؤهله وبدون تجهيز بدون تطهير سائلوا منها حي الصفاء اللي هو الدائره التي نجح فيها السيد عبد السلام القشور رئيس المجلس الجماعي. الدائره الانتخابيه الحي الذي صوت عليه بين قوسين هذا الحي يعيش الناس فيه في واحد الحاله مزريه جدا. هناك مثلا درب الرحمه في حي المسيرة، هؤلاء الناس يسكنون في منازل آيلة للسقوط ويمكنكم أن تعاينوا الأمر على المستوى يعني لا 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 لكن ما يمكنش نحملوا يعني المجلس كامل كاع المشاكل التي تخبط فيها المدينة بحكم أن المدينة كانت ذات طابع قروي، طورات ولات حاضرة، يعني ربما خاص شوية الوقت، نعطيو لهاد الناس شوية الوقت باش يبينوا أشنو كاين أشنو غيشتغلوا. في هذه النقطة لابد أن أذكركم بأن السيد عبد السلام بالقشور هو رئيس المجلس الجماعي للولاية الثالثة على التوالي، يعني مرت نعم منذ 2009 وهو رئيس المجلس الجماعي، وللأسف لا يمكن لا نرى صراحة أي منجز تنموي حقيقي في المدينة منذ ولايته، ويمكنكم أن تعينوا ذلك لا على مستوى السكن ولا على مستوى التشغيل ولا على مستوى البنية التحتية، بل أنا أعتقد بأن الحصيلة ديال المجلس الجماعي أثرت سلبا على الحركة الاقتصادية والرواج الاقتصادي ولم تساهم في حل المشاكل المستعصية للمدينة. أعطيك مثالا محلات شارع الجيش الملكي اليوم منذ الولاية الأولى للرئيس، وهذا المشكل قائم بالذات لحد الساعة، الناس أعطوا أموالهم لجمعية يترأسها أحد أتباع الرئيس من أجل الاستفادة من محلات في الحي الصناعي، لحد الساعة هؤلاء الناس لم يستفيدوا. الرئيس وعد في الولاية الأولى بسوق نموذجي للباعة المتجولين، هذا السوق النموذجي لم يخرج لحد الآن إلى الوجوه. يعني لا أرى شخصيا وبتجرد لا أرى أي منجز تنموي حقيقي للرئيس. لماذا؟ السؤال يكمن في واحد الشعار يعني غريب وعجيب رفعه رئيس الجماعة، هو الرياضة قاطرة التنمية، ولا يعتبر التعليم والسكن والتشغيل والرواج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو الرافع الأساسي للتنمية، ويعتبر الرياضة وفريق الكرة نعم هذا الشعار يكتبه لما يقوله دائما في صفحته الفيسبوكية، ولا يخرج إلى الإعلام للأسف، ولكن في صفحته الفيسبوكية وأتباعه يرفعون شعار الرياضة قاطرة التنمية، وهذا الشعار عجيب غريب. حتى في العلوم الاقتصادية لا أجد عالم اقتصاد في العالم يقول بأنه، نحن نعرف أن القطاعات الاقتصادية الثلاث المعروفة، القطاع الأول الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات، هذه هي القطاعات الأساسية التي تحرك اقتصاد أي مدينة. رئيس جماعة الزمامريلي وحده في العالم يرفع شعار الرياضة قاطرة التنمية، وهو محق في مسألة أنها نمت الرياضة، استطاع بها أن ينمي رصيده من المقاعد ومن المسؤوليات، ووصل عبرها إلى رئاسة العصبة الاحترافية، هو وصل. لكن المدينة أنا أعتبر بأنها تعيش حالة مدينة مدمرة، وهي مدينة يعني يعشش فيها الفقر والبطالة، وهذا مهم. شوف معي يؤلم. غير اسمح لي لقطعتك. نعم. هاد الصورة اللي رسمتي على المدينة هي صورة سوداء للأسف، ما تتشوفش أنه أنتم كفاعلين سياسيين تتحملوا جزء كبير من المسؤولية، أنكم أول حاجة هاد الإنسان هذا تم تصويت عليه ثلاثة المرات، يعني ثلاث الولايات الانتخابية، أنتم ما كانش عندكم وجود في المدينة، ما أطرتوش الناس، يعني باش تكونوا على الأقل واحد صوت قوي داخل المدينة. بالنسبة لـ يعني منطقيا انت الفاعل السياسي كيتحمل مسؤوليته. نعم. بالنسبة للانتخابات الأعيان ومنهم السيد رئيس المجلس الجماعي لهم يعني حنكة وتجربة للأسف في التعامل غير القانوني وغير المشروع مع الحملات الانتخابية ومع فبركة الانتخابات، انطلاقا من يعني تزوير
لا سمعتي دابا انت فاش تقول تزوير وكذا، نعم يعني كاينه واحد السلطه وصيه، نعم تتراقب، كاينه اليات، كاينه وزاره الداخليه، كاينه بزاف الحوايج، واش هادو كلهم كانوا ناعسين؟ نحن نعتبر بان الاصلاح السياسي يبدا من اصلاح سياسي، اللي هو ان وزاره الداخليه يجب ان تقوم بمسؤولياتها. للاسف هناك حالات ديال يعني تزوير لوائح انتخابيه، هناك اناس غير لا يسكنون بالزمامره ويصوتون في الانتخاب. هناك رئيس مكتب التصويت في الدائره التي ترشحت فيها شخصيا، رئيس المكتب يشتغل في شركه منافسي الذي هو النائب الاول لرئيس المجلس الجامعي. كيف ستكون هناك نزاهه اذا كانت السلطه تقف على الحياد؟ ولكن نرجع معي للسؤال، اقول لك ان الانتخابات مزور، ثم ثانيا هناك استعمال مكثف للمال العام، ثم هناك استعمال المال في الانتخابات، ماشي استعمال المال، نعم استعمال المال في استعمال المال الفاسد في الانتخابات، ثم هناك مجموعه من الضغوطات التي يتعرض لها الساكنه في مصالحهم وفي ارزاقهم من اجل التصويت على حزب معين او لون معين او شخص معين، وهذا واقع للاسف. ما نسميه اليوم بعقليه الفيرما في الزمامره هو ان هناك شخصا يعتبر بان هذه ضيعه له، يعني يفعل فيها ما يشاء. اعطيك الامثله كثيره على هذا الموضوع، ولكن هذا الشيء هناك اناس يستفيدون من رخص واناس لا يستفيدون. حتى البافي اللي كيدوز على الشارع كيجي عند الناس وواحد عقاب انتخابي، هناك عقاب انتخابي. يعني هذه الممارسات لا قانونية لا مشروعة تؤثر على الـ 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 على الـ النتائج الانتخابية، زائد أننا كمعارضة نحن كنا دائما موجودين في الدفاع عن المواطن بكل الوسائل المشروعة. يعني انتم في دراية اليسار قمتم بواجبكم للترافع على هذا المواطن. نعم نحن راسلنا الجهات، قمنا بوقفات سلمية مشروعة، أطرنا المواطنين، راسلنا، فضحنا، ويعني ونحن مستمرون في هذه المسألة. وأعتقد بأن هذا العمل رغم أن الوتيرة بطيئة، لكننا نعتقد ونحن يعني واثقون بأن الانتخابات المقبلة ستعرف الزمامرة تغييرا سياسيا حقيقيا ببروز نخبة من الشرفاء والشريفات والنزهاء الذين يمكنهم أن يتقلدوا المسؤولية ديال تأثير الشأن العام بكل حنكة وبكل مسؤولية، ويعملوا على حل المشاكل الكثيرة التي يعانيها سكن. سي موسى، كسؤال أخير، باعتبارك أنت فاعل سياسي، شنو هي اللي تتبان لك أهم الملفات العالقة اللي يجب على المجلس الحالي نكب عليها بشكل سريع؟ أول مسألة هو على الجانب الحقوقي، على السيد رئيس المجلس الجماعي أن يتحلى بالديمقراطية، أن يفتح دورات المجلس الجماعي للعموم، أن يسلم محاضر الدورات للمعارضة، أن ينتهي عن سياسة الانتقام من المعارضين. هناك دعوات كثيرة قضائية تم جرجرتها مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين في المحاكم، والأمثلة كثيرة. ثم على الرئيس أن يعرف بأن المال العام في جماعة الزمامرة يجب أن تستفيد منه ساكنة الزمامرة، نعم ساكنة المدينة، يجب أن يتوجه إلى القطاعات الأساسية والخصاص على مستوى البنية التحتية، على مستوى التعليم، على مستوى السكن، على مستوى التشغيل، على مستوى الصحة. هذه هي التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية. ما يفعله الرئيس مخالف تماما للأهداف التي من أجلها أسست الجماعات الترابية والتي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية. سي موسى مريد، فاعل سياسي عن حزب الفدرالية اليسار، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة.